صفحة 17 تمرين exercise 5. إذن كتاب النشاط صفحة 17 لازلنا بالبيج 17 صفحة 17 exercise number 5 تمرين رقم 5 label the picture with these words. إذن عبيقول يعني صنف هذه الصور مع هذه الكلمات، يعني بمعنى ضع هذه الكلمات مع المسميات مع المسميات. يس أوكي. الكلمات هي mountain الجبل، island جزيرة، dunes كثبان رملية، waterfall شلال، ocean محيط، lake بحيرة، river نهر، hill تلة أو هضبة، field حقل، forest غابة. yes number one رقم واحد. اوكي يس آمنة تفضل يا آمنة. رقم واحد نمبر وان ايلاند استاذي. اوكي اذا رقم واحد ايلاند يس جود فيري جود. طيب نمبر تو يس يس حنان تفضلي حنان. نمبر تو استاذ استاذي ثالث كيف بس ما اعرف هذه ديونز تمام اكسلنت ممتاز dunes. yes number 3 هاي الصورة 3 yes number 3 محمد. yes نعم استاذ محمد number 3 ايه استاذ معك رقم 3 استاذ غابة استاذ forest very good excellent. طيب ابتسام number 4 4 استاذ هيل تل هيلو هيل نط هيل تلة يس اوكي. طيب نمبر يس خمسة يمنى يس يمنى خمسة نمبر فايف ماونتين جبل ماونتين جبل ستة يس اسراء تفضلي اسراء جلول تفضلي يس سكس استاذ ماونتين لا حطينا الخمسه ماونتين تحت وهلا تحت الماونتين شو هاي بالصوره ستة شلال ايه استاذ ووتر فول يس. طيب اوكي نمبر 7 سبعة آمنة تفضلي آمنة استاذ نهر ريفر ريفر very good excellent. طيب 8 يس أمية يس 8 8 رقم 8 نعم استاذ. طيب ريم تفضل يا ريم. نعم استاذ ريم تفضل يس 8 يس نمبر 8 استاذ خلينا نحلو. طيب تفضلي استاذ تفضلي يا اسراء يس استاذ فيلد حقل تمام احسنتي. طيب نمبر 9 9 ريم تفضلي يس ريم انا استاذ يس استاذ ريزلي تمام اذا ليك بحيره اخر شيء 10 ريهام تفضلي نمبر 10 رقم 10. طيب اوكي يبدو كان في ضعف اوكي نمبر 10 هو يس حنان استاذ اوكي اوشن تمام اوشن اوكي هيك نكون انتهى درسنا لليوم طلابي. الدرس القادم إن شاء الله رح حل آخر تمرين طبعاً بالصفحة بيج 25 صفحة 25 أيضاً تمرينين حول الكلام المنقول بيكون انهينا إن شاء الله بحث أو قاعدة الكلام المنقول بإذنه تعالى.